هذا لو تعامل خطباء المنبر الولائي بغضب وطيش حيال الأخطاء التي يرونها. أحيانا يتوجه الخطيب إلى بعض الأخطاء فتولد عنده انفجارات روحية أخلاقية فكرية نفسية، فيتعامل بالغضب والحدية في اللحظات الأولى من الخطأ. لما أقول في اللحظات الأولى من الخطأ، أو بمجرد أن ينقل له الخطأ أو يستمع لمقطع ظاهره الخطأ دون أن يتابع تفاصيل الكلمة، فهذا يعني أننا نقف أحيانا على خطأ بين وأحيانا على خطأ غير بين. هذا الكلام، هذا التقسيم يعرفه من لا يتعامل بروح الطيش، الذي لا يتعامل بحدية. أما الذي يستسلم لغضبه فهو مستعد للتراشق مع أي خطأ، سواء الخطأ البين أو الخطأ غير البين. وإذا تعامل مع الخطأ غير البين وتبين فيما بعد أن ما حسبه خطأ ليس بخطأ، لا يعود ليعتذر، لأن الاعتذار صعب. صعب مو عليه فقط، صعب عليه وعلى المنبر وعلى المذهب كلية. هكذا يكون. لذلك لو أن الخطباء تعاملوا بالطيش وتعاملوا بالغضب مع كل موقف، وكأن المسألة جولة إعلامية، يلا خلنا نكسب الجولة، ما يمكن نتأخر، ونش راح يصير؟ راح ينجر الأمر إلى التراشق. وهل صفة التراشق مضرة بالتشيع أم نافعة؟ هكذا أيضا الطيش يحمل المؤمن على أن يسيء التقدير والتصرف.